ممكن تغني اغنيه لان السوق فارض انك تغنيها، لانه المفروض انك تغني كده، لان كل الناس بتغني بنفس الطريقه دي، فتغني حاجات انت مش عايز انك تغنيها وتغنيها برضو مضطرا. تقدر تقول ان ده ممكن يكون في موضوع الاغنيه، في تناول الاغنيه دلوقتي يعني، والعصر اللي احنا عايشين فيه يعني. يعني دلوقتي ما اقدرش اقول لهم يلا نحارب، ويلا في هنحارب ليه يعني، احنا عايزين سلام وعايزين، ما اقدرش اقول لهم مثلا اي قضيه مثلا من القضايا السياسيه دلوقتي. الموضوع دلوقتي احنا في مرحله سلم، لكن ما اقدر اتكلم في القضايا الاجتماعيه، اقدر اتكلم عن الحب. الحب بصفه عامه يعني، بتهيألي العاطفه دي بتمس الصغير والكبير. بتعتبر انه اغنيه دباديب من الاغاني اللي ما فرضهاش السوق عليك؟ لا بالعكس، انا دي من النوع اللي احنا اتكلمنا عليه دلوقتي، دي اغنيه من النوع اللي احنا اتكلمنا، مع الاحتفاظ بحاجه ان انا اخترت لفظه سهله جدا ومن وحي الشارع المصري، وبتقرب من نقدر نقول يعني من 85% من الشعب بتاعنا يعني، الناس على سجيتها. انا بس كلمه دباديبو دي يعني كلمه مش مبتذله، انا تقول انا فلان ده انا بموت في دباديبو يعني، انا بحب حتى يعني طراطيف دبت رجله على الارض يعني، انا بموت فيه يعني. لكن ده ما اخلش بفكره الحب يعني ورومانسيه. لا ده بالعكس، ده انا بقول فيها، انا بقول شهرين والتالت عدوا والحلوه وخالف وعده، وانا دبت يا ناس وتريني لا انا قد الهوى ولا قد بتاع. الكلام ده جميل جدا، ده كلام الكوبليه. لكن انا كمل بقى، المذهب بيقول ايه؟ لا هو المذهب حطينا فيه الجمله بتاعه دباديبو لسبب، لان هي فكره عشان الموضوع يسموه ايه بالنسبه للسوق. ما هو دلوقتي ده سوق كاسد، ده مبيعات، انا مش طالع في التلفزيون وبغني، انا بجبر المستهلك. ما هو دلوقتي بالنسبه لي بقى سلعه، يطلع يحط ايده في جيبه يطلع الفلوس ويدفع ويشتري الشريط عشان عاجبه عشان يقرب منه، فانا بديله الجزء اللي يخصه وبحط الجزء اللي يخصني كمان، مش بسيب الموضوع. بس ده ما بيجرناش، لان انت بتحط بتعرض نفسك في اللحظه دي كسلعه، لان انت بقيت دلوقتي يعني بتستهلك. لا بس فعلا هي الاغنيه سلعه. الاغنيه سلعه اكيد. ما كانش سلعه زمان، ولا كانت من زمان سلعه برضه؟ لا طبعا طول عمرها سلعه. الاغنيه طول عمرها سلعه، موصول الكاسيت موجود من زمان، بس كان زمان كان لازم تعدي على التلفزيون والاذاعه الاول بعدين يتعمل شريط الكاسيت. دلوقتي بقت الهرم مقلوب يعني، زي ما بنقول يعني، الاول لو نجحت انا والناس سمعوني كويس، ممكن انا بعد كده بتجه بقى للتلفزيون. انا مش بقول ان ده صح يعني، بس هو دلوقتي ده الواقع يعني.